تكلم أيها الفتى، هل أنت واثق أنهم ذهبوا للقاء التاجر بهلول؟ هذا ما أخبرني به السيد مفتاح عند خروجي من البيت. ألم يقل لك أين سيقابلونه وفي أي مكان؟ كلا يا سيدي. أيها السيد عدنان، يجب ألا نضيع الوقت أكثر من هذا، علينا أن نخرج الآن جميعا للبحث عنه، فمن يدرينا أين سيذهب هذا الرجل بسلمان؟ هيا بنا. ها هي الخيمة، لقد وصلنا أيها الفتى. وإذا لم تكن هي أيها التاجر مفتاح. لقد تعبت، لأن الآن ساعات من السير في هذه الصحراء الموحشة حتى كادت الشمس أن تلهب رأسينا. هون عليك أيها الفتى، هون عليك، لقد وصلنا أخيرا على كل حال، هيا بنا ندخل. السلام عليك أيها ال... ما هذا؟ تسألني أنا ما هذا؟ أين صديقك أيها التاجر مفتاح؟ أنا لا أدري ماذا حدث. أنا أكون قد أخطأنا الطريق. أيها التاجر مفتاح، حذاري من أن تكون مرحبا أيها الصديقان العزيزان، أهلا بكما. ما هذا؟ من أنت وكيف ظهرت فجأة هكذا؟ لقد جئت للقائك والترحيب بك أيها الغبي الصغير. ألم تحضر إلى هنا لمقابلتي؟ أيها التاجر مفتاح، أيها الصديق، ماذا جرى؟ أهذا ما اتفقنا عليه؟ كيف تأتي إلى هنا الآن في هيئتك هذه؟ لماذا لم تأتي كبهلول التاجر ومعك حبات القمح الذهبية لإقناع هذا الفتى كما اتفقنا؟ لماذا؟ ماذا تقصد من ذلك؟ سوف تعرف كل شيء الآن أيها الغبي. ماذا؟ أنا غبي أيها الصديق؟ معذرة أيها الحبيب، معذرة، لقد أصبحت الآن خطراً علي، ولا تقل خطورة عن هذا الغبي الصغير الذي أحضرته إلى هنا، فكل منكم الآن قد أهدم كل ما بنيته في الأيام الماضية، فأنت أيها التاجر الحبيب الوحيد الذي يعرفني جيداً ويعرف سري ويعرف من أنا، وهذا اللعين الصغير لا يريد أن يكف عن تشكيك الأهالي في أمري، ولذا فقد حان الآن وقت التخلص منكما أنتما الاثنين معا. أيها الصديق شنون، ماذا تعني بكلامك هذا؟ أحقا تعني ما تقول؟ الرحمة أيها الصديق، الرحمة. أنتم بدون ولدي يا أبا سلمان، أين ذهب؟ يا أم سلمان، حرام عليك هذا الذي تفعلينه بنفسك وبي، لقد بحثنا عنه في كل مكان، في القرية، القرى المجاورة، في الصحراء، فلم نعثر لهما على أثر، وما زال الرجال يبحثون. من يدريني أين ذهب؟ من يدريني ماذا فعل به التاجر مفتاح؟ أين ذهب؟ يا أم سلمان، إنك تمزقين قلبي بدموعك هذه. اطمئني يا أم سلمان،
اطمئني، سيعود ولدنا، سيعود بإذن الله. كم أتمنى أن أمزق بيدي هاتين ذلك الشرير شنون، جزاء كل ما فعل بنا وبهؤلاء الناس هنا وفي كل مكان حل به. اسمع يا معزوز، لو تكاتف الناس جميعا ضد الجشع والشر والحقد لما استطاع شنون ولا الآلاف غيره من الأشرار أن يجدوا هواء يتنفسونه بينهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها يا صفوان، ماذا وراءكما من أخبار؟ أخبار لا تسر يا سالم. والدة سلمان لا تكف عن البكاء، وحالتها تسوء ساعة بعد ساعة. ألم تقابل الجد رضوان؟ قابلناه. ألم يعطيكما معلومات عن أي مكان يمكن أن يذهب إليه التاجر مفتاح مع سلمان؟ كلا يا معزوز، كلا. الرجل في غاية الألم لما حدث، ولا يريد أن يتحدث مع أحد. قال لنا: لقد قلت كل ما عندي منذ زمن ولم يستمع إلي أحد، والآن لم يعد لدي ما أقوله. ترى أين أنت الآن أيها الصديق الحبيب سلمان؟ جميل، هذا جميل أيها الحبيب الصغير، سوف تظل هنا في قيودك هذه حتى تهلك في هذه المغارة الموحشة، ما لم يرحمك من مصيرك هذا أحد وحوش الجبل المفترسة فيلتهمك ويريحك من هذا العذاب. قف قف حيث أنت أيها الغبي. أتحاول الهرب أيها اللعين؟ ألا تعرف ماذا تستطيع أن تفعل بك عصاي هذه؟ هيا تقدم، تقدم حتى ألف القيود حول عنقك أنت أيضا. هيا تقدم. أيها الصديق، أيها الصديق شنون، ماذا جرى بيننا؟ ما الذي فعلته لك حتى تنسى صداقتنا بهذه السرعة؟ أنسيت ما فعلته من أجلك في قريتنا؟ لقد ملأت رؤوس الأهالي بالحديث عن حباتك الذهبية، حرضتهم جميعا حتى السيد عدنان على قتال أهل جزيرة القمر من أجلها كما طلبت مني. ماذا كنت تريد مني أكثر من ذلك؟ لقد ساعدتك بكل ما أستطيع، هل نسيت؟ ولماذا ساعدتني أيها الشقي اللعين؟ ساعدتني أكذا بغير مقابل؟ أم في مقابل ما أعطيت لك من ذهب وجواهر وطمعا في المزيد منها الذي وعدتك به؟ لقد انتهت مهمتك بالنسبة لي ولم أعد بحاجة إليك. إذا دعني أذهب من هنا الآن، وأعدك بأنني لن أفتح فمي بكلمة واحدة عنك، أقسم لك. تقدم إلى هنا أيها الغبي، ولا تبتعد هكذا كالفاري المذعور. أتظنني غبيا مثلك؟ أتركك تمضي الآن حتى تكون قصتي معك بعد ساعة واحدة على كل لسان. أقسم لك أنني لن أفعل شيئا من هذا، أقسم لك، أقسم لك. الرحمة، قلت لك تقدم إلى هنا، تقدم. الرحمة أيها الصديق، الرحمة. لقد سقط الغبي في سفه الجبل، أنا أعاني من غبائه ولجاجته، والآن وداعا أنت أيضا أيها اللعين الصغير. سوف أتركك الآن تلقى نهايتك في هدوء. أيها الماكر الشرير،
كيف تركناك تفعل بنا كل هذا الذي فعلت؟ كيف؟ سامحك الله يا مفتاح، سامحك الله. ما هذا؟ ما هذه الأصوات؟ ما هذه الأصوات؟ إنها تقترب مني، إنها تقترب من هنا. ما هذا؟ ما هذا؟ إنها تقترب من هنا، إنها تقترب. وماذا بعد أيها الرجال؟ إنني غير قادر على التفكير في أي شيء، رأسي يكاد ينفجر. هون عليك يا سيد عدنان، هون عليك. سلمان عاقل رزين، لا تخشى عليه شيئا، سيعود سالما بإذن الله. السلام عليكم. مسعود، هل عاد هذا التاجر مفتاح إلى بيته؟ كلا يا سيدي، خادمه يؤكد أنه لم يعد حتى الآن. صرف أنت إلى شأنك. سمعا وطاعة يا سيدي. أيها الرجال، سوف أخرج الآن بنفسي للبحث عن ولدي مرة أخرى، فلم يعد هنالك وقت أضيعه في التفكير أكثر من ذلك. ونحن معك أيها السيد عدنان، نحن معك. التاجر مفتاح يا سيدي، التاجر مفتاح. أسرع بإنقاذي أيها السيد عدنان، أسرع بإنقاذه قبل أن تفترسه وحوش الجبل. هل جننت أيها الرجل؟ هل جننت؟ من هذا الذي تطلب مني إنقاذه من وحوش الجبل؟ سلمان، ولدك. ماذا؟ ماذا؟ تكلم وإلا حطمت رأسك الخبيث هذا. تكلم، ماذا فعلت بولدي؟ أين هو الآن؟ لا تضيع الوقت أيها السيد عدنان، لا تضيع الوقت. أسرع بنا لإنقاذه أولا، وسوف أقص عليك كل شيء في الطريق. هيا. كيف حالكما أيها العجوزان؟ أوحشتماني كثيرا هذا اليوم، ولكن معذرة، لقد انشغلت عنكما في مهمة صغيرة ولكنني أنهيتها. ترى ماذا فعلت أيها الشرير؟ من الناس آذيت اليوم؟ هم الذين يؤذون أنفسهم أيتها الملهى عندما يقفون في طريقي، ولكنني في النهاية أؤدبهم جميعا. يا لك من مغرور شرير، وستدفع ثمن غرورك هذا يوما ما. اسمع أيها العجوز عمران، يجب أن تعرف أنني في طريق الآن للكشف عن سر مكان شجرة البركة في حديقة القصر المسحور، وإنني أنصحك أن تبادر أنت أولا وتخبرني الآن بمكانها، لأنني لو توصلت إليها بمفردي فلن يرحمك من يد أحد. أغرب عن وجهي، أغرب عن وجهي الآن، هيا. سلمان، ولدي، أبي، الحمد لله على سلامتك يا ولدي، الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك يا سلمان، الحمد لله على سلامتك يا ولدي، الحمد لله على سلامتك أيها الصديق الحبيب. صفوان، أنت أيضا هنا، أنا لا أكاد أصدق عيني. مرحبا، مرحبا بك أيها الصديق الحبيب. الحمد لله على سلامتك. لقد أفزعتنا وأفزعت أباك يا سلمان. أيها التاجر مفتاح، ها أنا ذا أيها السيد عدنان. التاجر مفتاح، لقد كان الله رحيما بي رغم كل ما فعلت، فعندما أفقت من غيبوبتي بعد أن هويت إلى سفح الجبل وأنا أجري من أمام ذلك اللعين خارج المغارة، وجدتني معلقا من ملابسي في أفرع شجرة قوية قريبة من الأرض. لولاها لكنت الآن حطاما متناثرا فوق الصخور. تحاملت على نفسي حتى هبطت على الأرض، وانطلقت أزحف على يدي وقدمي تارة وأجري تارة أخرى،
حتى أصل إليك وأدعوك إلى إنقاذ ولدك من الهلاك الذي أراده له ذلك الساحر اللعين. سامحني أيها السيد عدنان، سامحوني جميعا، لقد تحالفت مع الشر فكان لابد لي أن أحترق بناره، لكنني تعلمت درسا لن أنساه ما حييت. اطلب العفو من الله سبحانه يا مفتاح. أرجو أن تكون قد عرفت الآن أيها السيد عدنان من هو عدونا الحقيقي الذي يجب أن نحاربه جميعا ويدا واحدة. نعم يا ولدي، نعم، وحمدا لله أن عرفناه قبل فوات الأوان. أيها الأبناء الأحباء، إننا جميعا ومنذ اليوم سوف نكون معكم دعاة للخير والحب والصدق. سوف نجوب القرى، نحذر الناس من شرور ذلك الساحر اللعين الذي كاد أن يفسد حياتنا ويقضي على سعادتنا. وسوف نبدأ جولتنا هذه غدا بإذن الله بذهابنا إلى جزيرة القمر للقاء السيد مهران وأهل جزيرته الأحباء. حقا يا أبي، حقا ما تقول؟ نعم نعم يا ولدي. مرحبا يا عمي السيد عدنان، يا مرحبا. شكرا لك، شكرا لك يا ولدي، لقد اشتقنا والله إليكم كثيرا، وحمدا لله أنه سيجمع شملنا من جديد. هذا والله أجمل ما سمعت اليوم، وأحمد الله الذي أرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه. والآن أيها السادة الطيبون، نستأذنكم أن تسمحوا لنا بالرحيل. هذا معقول يا حسن؟ أنتم ضيوفنا الليلة، وسوف نحتفل بكم احتفالا لم تشهد له القرية مثيلا من قبل. شكرا لك أيها السيد عدنان على مشاعرك الطيبة، ولكننا تأخرنا كثيرا عن المهمة التي خرجنا من قريتنا من أجلها، ولا بد أن نعود للجبل بأسرع ما نستطيع. ولكن يا بني، سوف يجيء وقت الاحتفالات قريبا أيها السيد عدنان، وسوف نحتفل جميعا بعودة الخير والحياة إلى قريتنا وقريتكم وكل القرى المحيطة بهذا الجبل الطيب. فاسمح لنا بالرحيل الآن، فكل خطوة نخطوها في رحلتنا هذا سوف تجعل هذا اليوم السعيد أكثر قربا بإذن الله. بارك الله فيكم أيها الأبناء، بارك الله فيكم. سوف ترحلون في صباح الغد بإذن الله، إن للنهار عيونا كما يقولون. مسعود. نعم يا سيدي. اذهب مع أصحابنا وأصدقائنا كي يستريحوا الآن في حجراتهم، وأعد لهم مائدة تليق بهم. سمعا وطاعة يا سيدي. اذهب معهم يا سلمان. هيا أيها الأصدقاء، تفضلوا. حمدا لله، حمدا لله، لقد ظهر الحق وذهبت الغمة. ما أجمل دفاع هؤلاء الأبناء عن الحق والخير وتمسكهم بهما. إنهم يدافعون عن غدهم ومستقبلهم يا شيخ هاشم. والله يا سيد عدنان، إن كل فتى من هؤلاء الفتيان الشجعان ليساوي عندي 100 رجل. ما أجمل هذا الطعام، ما أحلاه. سوف أحتفظ بعض منه لسمسمة. معزوز، أتأكل سمسمة اللحم المحمر؟ ألا تصدق يا سالم، ولكنها تفضله مسلوقا حتى تستمتع بالحسان. حمدا لله على سلامتك يا سلمان، إننا لسعداء بالتعرف على شجاع محب للحق والخير مثلك. شكرا شكرا لك يا سالم.
شكرا لكم جميعا أيها الأصدقاء، ومرحبا بكم في قريتنا. معذرة إذا كنت لم أرحب بكم الترحيب الذي يليق بكم. الحمد لله. الحمد لله على هذه النعمة. تفضل. والله لقد طابت لنا صحبتكم أيها الأصدقاء الأعزاء، ولا أستطيع أن أصدق أننا سوف نفترق غدا في الصباح، فلن ننساكم ما حيينا يا حسن. ولن ننساكم نحن أيضا يا صفوان، فسوف نذكركم دائما أخوة وأصدقاء أوفياء مخلصين، ونرجو أن نراكم قريبا في زهرة الجبل تحتفلون معنا بعودة الخير والحياة إليها. ماذا فعلنا بك يا زهرة الجبل؟ ماذا فعلنا بك أيتها القرية الحبيبة؟ كيف خدعنا ذلك اللعين فصدقناه وأفسدنا حياتنا بأيدينا؟ كيف؟ كيف؟ إن الحالة تسوء يوما بعد يوم يا أم حسن. الأرض لم تنبت ورقة خضراء واحدة. كثير من الأهالي لم يعد لديهم قوت يومهم. الأطفال يبكون جوعا في الطرقات، ولم نعد نستطيع لهم شيئا يا أم حسن. كيف هذا يا أبا حسن؟ ماذا فعلت إذن أنت وكبار أهل القرية؟ لقد وزعنا على بعض المحتاجين من أهل القرية ما كان مخزونا لدينا من الغلال والحبوب، لكنها لم تكفي شيئا. إننا بحاجة إلى مثلها عشرات المرات. ما هذا؟ من الذي يطرق الباب هكذا؟ لست أدري، لعلهم بعض الأهالي. سأذهب لأرى. حمدان، مرحبا يا حمدان، تفضل تفضل. السلام عليك يا شيخ عمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل بالدخول. كيف تخرج من منزلك يا رجل وأنت في هذا الحال؟ أريدك في أمر هام يا شيخ عمان. اجلس يا حمدان، اجلس واسترح. استمع إلي جيدا يا شيخ نعمان، وأرجو أن تساعدني على تنفيذ كل ما سأقوله لك الآن. خيرا يا حمدان، تكلم.